مالك يا كوكو؟ بصي يا رحمة رحيم حبيبتي انا يستر يا رب. مش كنت طلبتي مني الليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ اه. انا اسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، انا ما اعرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبة وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قلة ادب ومفيش اكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. اه. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري. أقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم. لو رست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصه وانا هبقى كلام. انا استنيت كتير. خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتاخرش. لمي لي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجلي طالما مفيش تصوير. يا حبيبه قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقول لي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام. شطات مع البطل. وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج. يا جماعه الفيديو اسست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق. بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي. يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. السيما حلوه واللي فيها احلى. هي دي الرجوله صح. تصدق بيه؟ انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه؟ هو انت بني ادم؟ لا موتوسيك. يا اخويا يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك. بلانيلة. شفت البيت صليت العالم بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره، بس القانون بقى، القانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال. طول ما هم في السنة ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل ايه يا علوه؟ الرقاصه لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حلو. اتخض ليه؟ عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعه السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟
مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بصراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي، وانت شكلك رايق صراحه. راجعه مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا، لغايه هنا وستوب بقى. الحكومه ملهاش تسال رايحين فين وجايين منين، ولا انتوا فاضيين يعني فوتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش ليه روحك، ولا غدك في عيشك، ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. عليكي يا بنت يا اخي بيت البديل والله العظيم غير لا يا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه، هو كده حلو قوي يا ما تعرجيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. بس ما بلاش السهوكه. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونه؟ لا طبعا، ده هي مره وحيده عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسه بشمع المصنع مش زي العرايس اليوزد. رايحه فين؟ جايه جايه. والمساج؟ انا بقى اللي هعمل لك مساج. لا لا ما تهرجيش. لا 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 لا. اصلها عروسه بشمع المصنع مش زي العرايس اليوزد. مش زي العرايس اليوزد. ايه ما فيش عفه؟ في بحر وننزل بيتهمنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوة يا بيتي يا بيرو تكوني بتتحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل، تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفية اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجالة حاجة عدلة، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان